وسهلا فيكم على المسرح ويعطيكم العافية. دارين وعيد بالصدارة ومعهم 1000 نقطة. دارين مهمومة موترة ولكن أول 1000 نقطة معه، وهيدا الشيء ما بيعني أبداً إنه السيارة من نصيبك. حاعطيكم مفاجأة أحلى كمان، مع السيارة عندكم كفالة على مدة 5 سنين، يعني شدوا حالكم كثير منيح لحتى تاخذوا 2000 نقطة. الجولة الثانية والتحدي الثاني رح بيكون معكم صبايا، والبداية رح تبدأ من عندك يا ميرا، وعليك تراهني على قدرات شريكك. شو قولك، روحه رياضية؟ كثير ممكن يتقبل كل شيء منك؟ إيه كل شيء؟ إيه حتى يهز؟ نعم. شفتوا ال بفضل لا يعني بس انه ايه بيعملها انه الله يستر. طيب التحدي الثاني على 2000 نقطة، بدها حماس، بدها جرأة، ولازم يكون رهانكم منطقي. اوكي ميرا، بدقيقة كم هزة راس بيقدر يعمل شريكك؟ بدقيقة بس لحظة، هزة الراس لازم تكون بشكل عمودي، يعني هيك. اوكي عم يشوفوها على الكاميرا كيف عملوها معي، 4 1 2 3 يلا بس بس اوكي اوكي معه دقيقة. الله يعينه، بس معلش خليكي تبرمي 4 سندات وصرخ عليكي وبده يتعبك من عند النجار، فيك ترد الطار. معلش يلا ميرا، بظرف دقيقة وأول جولة من الرهانات عندك، برجع بذكر أصحاب أعلى رهان بهذا التحدي بياخذوا 2000 نقطة إذا كانوا قد الرهان. بدقيقة بعدك بأول جولة، البداية من عندك، تفضلي. شو يا شريف من ورا الوضع عندك كيف؟ تمام؟ فول 50 إلي سروج أوكي 50 قد إيه؟ 50 ولو 50 كثير مستخفة فيه. لا مش مستخفة. تفضلي عدلي قرارك واعطيني أول جولة مضبوطة تكون. يلا. ماكسيموم 65. 65 الدرجة؟ ايه ماكسيموم. هيدي أول جولة، أوكي. لأنه بيدوخ. هو بيدوخ. إذا ما دايخ ما بياخذ الـ 2000 نقطة. دارين. 70. 70، يا حرام قلبكم شو طيب. يلا يا ميجري. يعني بدي اخذ عين الاعتبار انه خطيبي كمان بتوخ كثير. ايه؟ رح اقول 60 او اوطى رهان هو يعني. ايه ايه عم تسمعي انت مظبوط ميرا شو قالت ورشا شو قالت. ايه. اوكي بدك 60، يلا ان شاء الله لكن السياره انا برايي اعطوني المفتاح لدور وامشي فيها. تفضلي رشا. ما عم بفهم. ايه ما فهمت تعمل 80. اوكي رشا بالمنافسه، حتى كمان مش معني بالمنافسه. طيب 90 الجوله الثانيه رح ترجع تبدا من عندك يا ميرا، ولكن المفاجأة الحلوة للمشاهدين ولنا انه أدنى رهان بيبدا من 120. من 120 طبعا مع دقيقة المينيموم 120. يعني قد ايه عم بتكون هيلة تنعمل؟ تفضل 150. 150 لميرا. دارين بلشنا هلا نفوت بالجد. 155 160 160 هاي هي 2000 نقطة برجع بقول لك. 165 165 بعدكم كثير قراب على بعض. ميرا صرتي انت صاحبة قد رهان؟ ضلني 150 بضلك على 150. دارين 170 170 عم ترفع سقف المنافسة. مغري في 2000 نقطة، تعبتي بالسندات معلش، يتحدى حاله شوي بعده خطيبك ولا اختبريه هون. انا بدي 150. انت هلا قلت 160. 160 راح ابقى. لا جربي حديه دوخ. انت معه حتمسكي له ايديه. شو قرري يلا يو كان دو ات، معك 2000 نقطه فيهم يكونوا من نصيبك. 160 كثير يا زلمه، يعني 3 مرات بالثانيه. 160 انتبهي حرام ما تخاطره. بلش الجد، بلش الجد. 2000 نقطة سيارة موديل 2015، تقدمة جاك موتورز وكيلة شجاع موتورز وخمس سنين وارنتي. اوكي؟ اوكي قرارك يتحدى حاله. حاليا رح ابقى. حتضلك مصرة على ال 160 رشا؟ 175 175. جمهور بتعدوا معي على التنازلة. 5 بهالوقت فيكم تغيروا. 180 180 ما حدا؟ الرهانات ثبتوا واصحاب ادنى رهان هن ميرا وشريف، راهنتي بس على 150 هزة راس
والبداية رح تبدأ معكم. تفضل شريف لعنا وميرا. يلا يلا شريف 55 ماشي فيك تفوت على 180 دولار. يا عمي بالذوق خلص بالذوق. لا لا التحدي الثاني رح يبدا مع شريف واميره. رهنت عليه يعمل بس 150 هزه راس عموديه بظرف 60 ثانيه. بتهز لي راسي 300 مره بالنهار هلا توصلت فيي. ليك شوف انا بعترف بذكاء الصبايا والسيدات. بتعرف شو قالت لي؟ قالت لي حبيتها هي، لانه هيدا على طول كل صبيه بالبيت او كل مره مزوجه بتعرف لما جوزها يعمل لها هيك يعني ايه وصلت مش حتصير عمل لك ايه. فهي حبت اليوم تعمل لك يا 150 مره، شو بدك احلى من هيك؟ بدك تساعديه معك على قد 60 ثانية تعمل فيهم 150 هزة راس. بتحب تقولي له شيء؟ لا خلص هز بس. 3 هز يا شريف 2 1 هز يا شريف هز. بكره بنشوف. يلا اسرع. ايه جو جو. بعدك كثير بطيء بعدك بطيء. اسرع 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 استنى شريف بديها هلا. اسرع يلا بعدك بطيء تمعين. اسرع اسرع بعد 30 ثانية. يلا يلا شريف ما بعرفش الوقت بعد ما اقطع. يلا 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 بعد 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 اسرع 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 بعد 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 يلا اسرع بعد ما اقطع 10 ثواني. جن فيهم جن 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 ايه بدها مصروف بدها في شغله جن ايه. فش خلعك فش خلعك. 2 1 ستوب. اوكي قد ايه؟ شو حاسس؟ شو حاسس؟ عن جد بروم بروم هيك 144 بس 180 بدك؟ على 6 هزات بده 180 كان عامل 144 مش عاجبه كمان بتهز لي راسي 300 مرة بالنهار ولا لهزه 1000 بالبيت انا بفرجي. وأمير الحب ما قدر للأسف قدر إلى أماكنكم. أما الجولة الثالثة رح بتكون مع مغري وسروج و160 هزة راس. يلا يلا سروج. سروج ومغري بالجولة الثانية والرهان على 160 هزة راس. فيكم تحكوا اللي بدكم إياه لبعض قبل ما نبدا التحدي. تفضلوا. اوكي حبيبي إذا هزيت راسك كل ثانية 3 مرات رح يصير 160. يعني سهل كثير. يلا نجرب. وحيد الله. لا لا انتوا حرام ما تعملوا رياليتي شو مع بعض رائعين. اذا شي منتج عم يحضر لازم يبعث وراك صراحه. حبيتيها تجوزي حبيبتي في في جيزه. ايه اكيد. طيب عندكم 160 هزه راس بظرف 60 ثانيه. نرجع للجد 2000 نقطه انت بحاجه لالون. سروج عزوف بيانو براسك شو ما بدك اعمل. يلا بس ركز المفتاح بعده معي وال 2000 نقطه بعد لهلا ما حدا اخذها. منعد 3 2 1 توب كاونتر جو. جني جني اسرع جن جن ايه 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 جو. لاف يو لاف يو يو كان دو اسرع 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 اسر
اسرع 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 اسرع. سوري شو؟ عم دور. لا لا ماشي الحال ماشي. لقطيه لقطيه. لا 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 اوكي. از اوكي؟ شو؟ يلا اوكي اوكي. اوكي؟ شو بتقولي؟ يعني عم ما يا زبال اخ يا رب دخلك الله يا شيخ. هم عمل ايه عمل 156 156. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. للاسف بس ما نهايه المشوار لهلا. 2000 نقطه منا من نصيب حدا تفضل لعملكم. اما الجوله الثالثه مع دارين وإلي و170 هزه خسر راس عفوا فضلوا يلا يلا. الجولة الثالثة مع دارين وإلي أصحاب أول 1000 نقطة. شو عم تعمل؟ غفة غفة ما في يغفى هلا. عندك 170 هزة راس. أنا من ورا سيروج قبل ما هز من تحت من فوق هزة خطر بالآخر ضغط. anyway هيدي كانت الجولة الثالثة حتكون معكم. ال 2000 نقطة في يكونوا من نصيبكم. منا مهمة صعبة. لاحظتوا إنه فرقت مع سيروج ومغري تقريبا على 4 هزات راس. يمكن هول اللي عوضهم بجسمه فما حسبتها الآلة. تحب تقولي له شيء؟ إنه قوي حاله شوي. إيه الشباب مغنجين مغنجين. الشباب مش معقول مريحين حالهم. نسوانا مغنجين شو بنعمل؟ إيه طب شدوا حالكم لتاخذوا السيارة لنسوانكم تخلصوا من النار. 3 2 بدك هديك قلة ثانية 1 أند جو. شاربين ثاني من بعدها في واوا أسرع. فكر بتاني. إيه 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 والمفتاح ما مع حدا. يلا سيارة موديل 2015 5 سنين ورا. مين حيسوقها؟ أسرع أسرع. بس وقف ما بوصل واو بالآخر. أسرع هات دي فيك تلقطيه هيك. فيك 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 تلقطيه هيك. أسرع 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 أسرع. بعدك 73 بعدك 73. يلا اسرع اسرع يلا 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 جو 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 9 8 7 يلا 6 اسرع اسرع يلا مش هيك اسرع 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 يا داني 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 داني. انا ما بعرف شو بتقولوا. انا كنت مية وثلاثة واربعين للأسف. كنتوا قد النهاية مش مشكل فضلوا إلى مكانكم. أما الجولة الرابعة والنهائية من التحدي الثاني مع فول ورشا وريهان على 175 هزة راس. يلا فول جو 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 جو. شو كيفك هز راسك الله يستر. فول ورشا أصحاب أعلى رهان اللي هو 175 هزة راس. بس للتذكير فقط لكل المشاهدين ولكل الحضور معنا، أول ما قلنا هزة خسر انقلب وجهن الصبايا كيف نرجع على البيت. الشباب اف أخ لا تيري مزبوط ما بيهزوا إلا من خسره. ما حدا هز من راسه لهلا. شو بكن؟ شو صاير عليكم يا جماعة؟ يا حبيبي يا بول قلي هز كلك بجيب لي 175 هزة خسر راس وخسر. إذا معلق على الخسر طيب على على قد ما شفت علقت براسي. لا فيني هز شمال يمين بس. لا شو بدك تقولي له كيف؟ فوق تحت بعدين تحت فوق تحت فوق. طيب مين انت وقعت لي شباب تقلب عليه ما دخل. يا اوكي لين انت وقعت تقلب عليه ان شاء الله بتكون نيتك صافيه وبتربح ال 2000 نقطة. هي حدك ركعت فوق والتحت 2 1 توب كاونتر ستارت. تحت فوق فوق تحت حقيقي. اسرع 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 فولي اسرع. يلا بقى 10 ثواني اسرع. بطيء 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 اسرع 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 اسرع. ايه ايه ايوه ايوه بحبك. تحت بوبو تحت تحت بوبو تحت بوبو. يلا بعد ما وصلت ال 100 تبقى اسرع. يلا اسرع حياتي فوق تحت. الله اسرع ايوه يلا لكل الكلمات 300 تقريبا اسرع 2000 نقطة. يلا اسرع جو لقطيه لقطيه هيك لقطيه هيك يلا لك ايه
قلبي يلا يا قلبي هذا هو واحد هذا انت هذا انا روق 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 70 80 طب لو ما وقفت كم مره ولو ما استسلمت بروم هيك على الكاميرا لنشوف 138 للاسف للاسف الشباب ما كانوا ابدا قد الرهان ولا واحد هز راسه مزبوط اما التحدي الثالث الصبايا هن رح بينفذوه والشباب رح يوضعوا الرهانات تابعوا معنا التحدي يلا شباب اهلا وسهلا فيكم على الجديد على المسرح من بعد الغرفه المعزوله والتحدي وهزه الراس شو شعوركم كان تفضل الي فقدنا الذاكرة سروج طبعا لا تعليق عادي انت ما هزت راسك على كل مش مشكل بول شو وين انا مين شريف هزت حيط على كوما ان شاء الله بتستفيقوا من هالكوما وبترجعوا بتجيبوا هال 3000 نقطة بما انه اي واحد منكم بيربح بهيدا التحدي بيضمن تأهله التحدي الثالث على 3000 نقطة الي انت معك 1000 نقطة انت بالصدارة لهلا بس هذا ما بيعني انك تأهلت لازم واحد منكم يربح هيدا التحدي عملوها يعني حساب بسيط ببين معكم انه اي شخص بينالها 3000 نقطة بيتأهل تلقائيا للعبة النهائية جاهز تعرف شو التحدي الثالث؟ اكيد عليك تراهن من اصل 20 محاولة كم طابة باسكت بتقدر تسجل شريكتك ولكن منا كرة سلة ابدا رح بيكون امامها 3 مربعات والسلة من بعدهم على الطابة طج على كل مربع مرة واحدة والمرة الرابعة تكون داخل السلة. طيب 20 طابة من اصل 20 محاولة كم طابة بتقدر تسجل داخل السلة شريكتك مجرد ما يطجوا الطابة على كل مربع مرة واحدة وراح بيكون في 3 مربعات قدامهم. يعني 3 طجات وبالسلة؟ صح. طب طج واحدة اثنين ثلاثة تجي بالسلة؟ تجي بالسلة. يعني 3 طج، الطج الرابع ما تجي ان. شو هيدي بتكعيجي، هيدي بتكعي، شو هاللعبة؟ بداية مع إلي بالجولة الأولى. مايكل جوردن رجع. ثلاثة. دلكم شغلة. نحن بنقول عادة أصحاب أعلى رهان ببعض الجولات هن اللي بيربحوا، ولكن مش على طول أعلى رهان بيكون هو السائق، طابة وحدة فيها تخولكم تربحوا 3000 نقطة وتتأهلوا للعبة النهائية، وطابة وحدة فيها تخسركم. سروج. سبعة. سبعة، بقوة. استحقت. بغرب برا. بول. اثنين. بعدنا بالجولة الأولى. شريف واحد. شريف. واحد. أربعة. لا. أربعة. هيدي كانت الجولة الأولى. عندنا 20 محاولة. الجولة الثانية أكيد لترفعوا رهاناتكم إلي. من 3 طابات. دارين كم طابة فيها تسجل؟ منا صعبة. الكونسبت بدها تنط على أربعة لتفوت يعني راجعة. بتمسك الطابة هي. بتصوبها مظبوط على 3 مربعات موجودين بشكل جالس على الطابة تطج مرة على كل مربع وتفوت بالسلة. منا صعبة. بس منا هينة كثير يعني كمان. خليني على ثلاثة. بضلك على ثلاثة. سروج. شريف. سبعة. شريف. بول. اثنين. شريف. ان شاء الله تعمل الاثنين طولي بالك. خليني على الأربعة. أصل 20 يعني مش إنه في طابات كثير. خليكم شباب معي على المسرح. صبايا. ما حدا يبرم لو سمحتوا لورا. بس انا والمشاهدين عم نسمعهم شو رايكم بالرهانات حاسينهم منطقيه لا انا ما حبيت ابدا انا اللي عندي منطق دارين ما بعرف ميرا لا كان لازم يحط اقل فعلا عن جد رشا لازم يزيد شوي اوكي شباب صبايا ابدا ما راضيين عن رهاناتكم ولا نحن ايضا هنعطيكم فرصة أخيرة لترفعوا سقف المنافسة عم تستسلموا كتير بسرعة لا إلي ما بدي من ثلاثة
عندكم 20 محاولة، يعني دغري عم بتسلمها. أنت شو عملت مع شريف ماشي؟ عم تعطيها على باب المستريح، عم بتقدم له ال 3000 نقطة وعم بتقدم له التأهل للعبة النهائية بكل بساطة. إذا ما نكون عارفين إنه عم تلعبوا على سيارة مدور 2015 عم ذكركم. لا مزحنا؟ لا، بحكي جد كرمالكم. صار وقت الجد. قلت لكم بأول تحدي فيكم إلى حد ما تتساهلوا، بس ولكن كل ما عم نزيد كل ما فيكم تقلبوا المعادلة. إليك ستة. يعني شو؟ سيروج بيضلوا على السبعة. بول شو يعني أنا لازم الاثنين؟ يا الله خارج المنافسة بضلك على الاثنين؟ هيدا قرارك. لا شريف معك 20 محاولة، يعني بحال قلت 10 قول 5 قول ولا عم بتخاطر، لأنه على كل طابع عندها محاولتين، بس عندك 8 و9، إلي عنده 7. لا 8 8 مش على مضض، على اقتناع بدها تكون. أنت بتنقي على أنا عطيتك تحليل على تشانس. عندك شيء تخسره؟ 8 هيدي كانت الجولة النهائية، بس ولكن الرهينات مش رح بنثبتهم، رح أعطيكم وقت تفكروا ورح أد مع الجمهور على التنازلي. برجع بقلكم 8 7 داخل المنافسة. حبيبي لا 2 برا. حبيبي لا قول زيد. وأنا عم بقول لك رشا مش قبلانة، مش عم بمزح. 5 4 3 7 وأنا تشقديه بول. ما صدقتني، كنت عم تندهلك من ورا. بول زيد بول زيد، انت ما زدت. هيدا قرارك، الرهانات طبت والبداية رح بتكون معكم لانكم انتو اصحاب ادنى رهان اللي هو ضابطين من اصل 20 محاولة. ما حدا بيعرف، يمكن انتو اللي تربحوا. صاحب اعلى رهان هو شريف وهو 8 طابات، اما سيروج من بعده 7 طابات، وإلي راهن على 6 طابات. البداية رح بتكون مع بول ورشا. تفضلوا يلا. 6 ما صدقني انه قلت له اب تو هيم. بول ورشا راهنوا على طابتين بس. شو رشا؟ انتوا اصحاب ادنى رهان، حاسك منك ابدا راضيه. لا مش راضيه، مش راضيه. بس شلا فوتوا بس مش راضيه. بالمقابل بول مقتنع وحاسس عندك هيك ثبات انه الطابتين هن اللي حيجيبوا لك 3000 نقطة. كافيين. ان شاء الله يا رب. انا ححضر المفتاح لحتى يصير معكم، لانه المبدا التجارب بتقول بتنعمل. شو رشا جاهزه؟ معك 20 محاوله على الطابه، تطج كل مره على كل مربع ازرق لتوصل بالسله. 3 2 1 جو. ايوه هي شو هي؟ قويه. خلي اتركها انت ما تعذب حالك. قويه على كده انت عارف مزبوط رشا. قويه هاي ثالث محاوله صارت. يي ركزي. يي يي لحظة لحظة روقي 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 لحظة يي يا رشا رشا ركزي 1 مينت ما معك وقت. روقي شو عم تعمل؟ ما في وقت ما في وقت. 20 محاولة عندك. صرتي عاملة 1 2 3 4 5 6 بعد عندك 14 محاولة. أول رشا 7 وحدة. وقفي مني وقفي مني رشا. بيبي دقيقة شوي. يلا لحظة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واللي بقلبها بقلبها كلها وحدة 12 بعد عندك. برافو تفضلي لعندك. أول شيء مبروك لهلا ال 3000 نقطة والمفتاح معك. رهينكم كان أدنى رهين، أما إلي ودارين فراهنوا على 6 طابات، فضلوا إلى السيارة وإلي ودارين لعندي. يلا يلا إلي يلا دارين يلا فيك 6 يلا. إلي ودارين معكم 1000 نقطة، أنتم بحاجة لها 3000 نقطة وأنتم أصحاب ثاني أدنى رهين اللي هو 6 طابات. حسيتك بلاش هيك تقلقزي لما شفتي رشا. انا ليه ستة؟ شو؟ فيك تقلها فيك تساعدها؟ صعبة. فيك تعمليها ركزي ما معك وقت. شو كنت عم تقول لها؟ ركز. مش انا ما في وقت ما تسرع تصير تكبيهم ورا بعض. ما تكرجيهم كرج يعني. اوكي. 3 2 1 20 محاولة بالسلة تفضلي يلا. قوي ايدك شو مش كثير بس قوي ايدك. اوكي. ركزي شوي.
يلا اول طابه برافو. اقوى 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 كثير عم بتقربي لعندك. اوبا عنص عنص ضربي عنص. بدنا سته بدك تقوي ايدك تدشيها لقدام على الارض على الارض هاي بس. هي اوكي تشيها لقدام انت عم تضربي. عندك 20 طابه بالسله هون حدك بدك تقرب. ايه ها اثنين القطيع خليك مثل ما انت على مهلك. خدوها شوي بجديه. ايه ايه خديها بجديه بتوصل. جلسي ايدك ضربي على النص. سافا عندك طابتين جوا تفضلي كفي. يا ركزي دادا على النص على النص. اوكي يلا فيكي تاخذي نفس غميق شوي. اوكي لحظه 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 انا ما بدي اعصب بالبرنامج اول حلقه ما بدي اعصب. بدي اقول لكم شغله انا على شو عم اعصب. السياره مش لإلي السياره لإلكم بس اذا هيك باستلشاء القصه ما حنوصل للسياره. اللي قدر يفوت اثنين بيقدر بعد يفوت اربعه. اوكي ركزي خديها بجديه شوي واسمعي لي شو عم بيقول لك. يلا يعني. تفضلي جربي على طول على النص ضربتك لا هيك ولا هيك حتى توصل. ما عم اوكي تروح على النص وخليها هيك ايدك جالسه كب الطابه جالسه جالسه ما ايدك جالسه هيك هيك ما تعصبي. ايه يلا 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 ما عم تزبط. يلا معلي معلي يلا لحظة نعطيه هو لو معك أربع محاولات واثنين داخل السلة الأربعة لازم يكونوا جوا. يلا 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 ومع هيدي الطابة بنأكد إنه ما تنسوا قد الرهان للأسف. لهلا بول ورشا طابتين معهم 3000 نقطة، ما حدا بيعرف، سروج وميغري معهم رهان اللي هو تحديدا سبع طابات، تفضلوا إلى أماكنكم ميغري وسروج، تفضلوا لعندي، يلا. الجولة الثالثة مع سروج وميغري، راهنتوا على سبع طابات يدخلوا بالسلة. تحبوا تقولوا شيء لبعض، فيك ترجعي إذا بدك. فيك تشوفي اللي قبلك ان شاء الله تكوني راقبتيهم مزبوط وعرفتي وين غلطوا وتاخديها بجديه في 3000 نقطه. وبذكركم اي حدا منكم بيربح ال 3000 نقطه بيتاهل تلقائيا للعبه النهائيه. اوكي بدي منه تيوري خلص. شو بدي ما هي هي كان بيلعب باسكت بيعرف كيف بدي يزت. خلص اوكي فانت بتعرفي مزبوط لازم تكوني. بعرف مزبوط بس اوكي خلص لا بعرف قرارك. انت بتعرفي حالك؟ لا بعرف. يلا اوكي يلا رح اعمله يا رب هالموتيفيشن هالروح الحلوه تقدري تعمليها. 3 2 1 جو. اوكي بعدنا باول محاوله. شي دكت ايه وافق ايه وزدت ايه حبيبي كمان برافو. وقف بعدنا ستة اثنين. I love this game. يلا يلا يلا. Okay. I believe I can. Okay. Okay خلاص لا راح أعمله. يلا لحظة كنترول تحتسب؟ يس أكيد يحتسب يس تفضل يلا ثلاثة بعد في أربعة أوكي يلا أوكي ركزي أوكي حبيبي أوكي أربعة أربعة قرب فيك تقربي اذا بدك نكزي ما بعرف انت نو اتس اوكي سروج انت فيك تقول اللي بدك اياه ما خلص هي عم يعرف يلا بعد بدك ثلاث طابات يلا اوكي خمسه بعد بدي منك طابتين بجيب خمسه كمان يلا ايوه مش هينه هلا يلا برافو بعد بدي طابه يلا
اوكي. سوكيت سوكيت عادي. مش مشكلة. ركزي. هيدي الطابة. هانتر. اوكي يلا. فيها. يلا يلا. قربت خطوة كثير كبيرة نحو 3000 نقطة. يلا. Do it. يلا. You love this game. I love this game. Do it. اوكي. يلا. No 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 no. اوكي. هيدي غلط. هيدي غلط بنجيب هيدي صح. يلا. ريلاكس. اوكي ريلاكس يلا. اوكي. شي. لحظة بس لحظة. اوكي. اوكي. جيب هول اوكي اوكي لحظة 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 لحظة. لنكون دقيقين معكم. هلا أنت مسجلة سبعة. اوكي. في وحدة أثارت شكوك شوي بول ورشا. بدي منك بعد طابقين. اوكي. ما في مشكلة. ومن بعد احتفلوا. ركزي عليها مظبوط. Another one بعد يعني عندك محاولات. إذا ما فوتت يعني خلاص. ما حدا قال هيك. ركزي أوكي. بس. اوكي اوكي خلص ما في مشكلة. عن جد أنا. أكيد فضلوا إلى السيارة لهلا، أما أصحاب أعلى رهان فرح نكون مع شريف اللي راهن تحديدا على 8 طابات، فضلوا لعندي يلا. يلا ميرا. شريف وميرا رهانكم كان على 8 طابات، سيروج ومغري قدروا يقلبوا المعادلة لهلا بشكل جدا مفاجئ، ركزت، حطت تقلة، قدرت تسجل 7 طابات. لعليك تعملي مثل مغري وتزيد عليهم طابه واحده ان شاء الله. شو شريف بدك تقلها شيء؟ بدنا ننام هون. بدنا ننام بعد نربح ما في مجال يعني ما وقت مفتوح ما في وقت. معك 20 محاوله. طابه خذي ركزي فيها. بذكر المشاهدين بالسله موجود 20 طابه اللي هن عدد المحاولات اللي عندك. اوكي 3 2 1 جو. واحده واحده ايد واحده. جربي بايد واحده. طيب هيك كبيها هيك. ايوه بس قوية شوي. أوكي. هيك بس قوية. خلص قوية. لحظة ميرا لحظة صار قاطع 3 محاولات. اوكي اوكي خلص اوكي. لا روقي اسمعي اسمعي عندك وقت اسمعي. طيب رقت اوكي. مثل ما عم تعمليها بايد وحدة بس قوية شوي. اوكي بعد شوي وبالنص اقوى شوي. ما تكبيها كاب ما تكبيها كاب. ميرا صار قاطع 5 محاولات. مش لعبة هنبول أبش. هيك هيك هيك. أعطيها شوية باور. شريف أي باور. رجعي جربي بالإيدتين. بالإيدتين أريح مش هيك. مش هيك. هيك. وجربي بالإيدتين مثل ما بدك يعني. جربي. اسمعي مني. ماي جاد. شو؟ قول يلا. بدك طيب أول شيء روقي ما تعصبي. رايقة. شغلة تاني بس مش تكبيها كاب. هيك بس. تفشي إيدك وعك بس لتاخذ شوية قوة لتوصل لهونيك بس. أوكي. شفتي كيف؟ هيدي المكسورة هيدي هاي المكسورة شو؟ ما مأسرة حالكم لحظة لحظة اوكي لا خلص معلش لتربحي لتوصلي منطقيا يعني توصلي على النص مدى ما طجت طجت طجتين بعد عم احلك قوية قوية من أكثر الحلقات حماسا ومنافسة عم بتزيد مع كل لعبة هي بالحلقة الأولى عم أهلك أوه برافو 4 بعد بدك قدهم ريلاكس وبنوعد المشاهدين بالمزيد من المفاجآت أكيد مع كل حلقة 5 بعد بدك 3 معلش معلش بعد في عندنا بعد بدي لحظة عندك هون 5 محاولات بدك تاخذي منهم 3 بدي منهم 3 لو سمحتي ما تقول لي ما عم بتأثر لهي المكسورة هيدي عم توقف هون عليها طج هون طيب وممكن تفوت بلا ما تطج هون برافو عمالك عمالك لحظة قديش صاروا قديش صاروا بعد بدنا بعد بدنا 2 جيبي هاي جيبي عمالك خدي نفس من اصل محاولتين بقيولك بدي منهم
بدنا هاي بدنا هاي. روى 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 ما تبلشي لو سمحتي. اوكي ما حبلش. ما تبلشي لو سمحتي. خلص كأنك عملتيها. كأنك عملتيها. سبع طابات داخل السلة بالحلقة الأولى من الموسم الثاني من اسألوا مرتي. الكتار عم بيشوفوا نسبة الحماس والمنافسة اللي عم بتزيد مع كل لعبة. والمشتركين جايين هالمرة مقشرسين بدهم يربحوا. مع كل تحدي بنقلب المعادلة. هيدي الطابة يا ميرا فيها تخولك تربحي 3000 نقطة. سيروج وماغري أعصابهم بدي بوسك بوسي قبل. بوسي من شريف ممكن تخلي المحاولة الأخيرة تفشل تأهلك إن شاء الله لا تأهلك للعبة النهائية. 3 2 1 دو إت. للأسف ماغري وسيروج عبدت المبروك 3000 نقطة. أما التحدي الرابع الصبايا راح بيرهنوا على الشباب وما في شيء بعد الحسم في 4000 نقطة. بعد الفاصل تابعوا اسألوا مرتي.